مبادرة كبيرة جدا جدا النهارده، وجود القامات دي موجودة مع طبعا رموز التحكيم مع الحكام كلها اللي لعبت في البطولة. النهارده سلق رسالة مهمة جدا جدا في وجود معالي الوزير للحكام، مش بس حكام البطولة لكن جميع حكام مصر النهارده، ان الأداء الجيد دايما بيلاقي السند والدعم. واعتقد النهارده يوم بالنسبه للتحكيم المصري يوم مشرف جدا جدا للتحكيم، ولكن يعني هي دي البدايه. اللي جاي اصعب بكتير، يعني اللي جاي صعب جدا جدا. احنا النهارده بنامل ان يكون عندنا طاقم تحكيم في كاس عالم 2026. مهم جدا الكل يعرف ان الموضوع مش سهل. الحكم هيشتغل على نفسه والاتحاد هيقف معاه، ولكن لابد من الجميع يساند الحكام في الفتره اللي جايه. ازاي توفر المناخ الطيب للحكم؟ انت عارف ان عندنا حكام بيعملوا في بعض الوظائف، النهارده التحكيم بقى احتراف. فالفتره اللي جايه عشان يبقى عندك طاقم تحكيم بالكامل بالكامل، بنتكلم على حكم واثنين مساعدين وحكم رابع واثنين حكام فار. لا، الموضوع مش بس الحكام اللي تشتغل على نفسها، لا، لابد من اتحاد الكره ومسؤولي الرياضه ان هم يقفوا في الفتره اللي جايه مع الحكام. مش هتقول صعب، ولكن ان شاء الله عندنا بامكانيات حكامنا والاداء اللي هم ادوا بيه في البطوله بشكل عام، اعتقد هيكون ليهم نصيب ان شاء الله في كاس العالم اللي جاي. سبع حكام قدموا مستويات الحمد لله عاليه في جميع الادوار. ابتدينا من المباراه الافتتاحيه اللي جت، المباراه النهائيه التحكيم المصري كان موجود، هو النهارده على القمه في التحكيم الافريقي. لازم باذن الله في القادم ان احنا نبني على ده ان حكامنا دي عندنا طقم باذن الله يبقى طقم كامل مرشح في كاس العالم اللي جاي. لازم نشتغل عليهم كويس جدا من دلوقتي. كمان نشتغل في الناحيه الثانيه ان احنا لازم نشتغل من تحت، لان انت عارف بيبقى في تعاقب اجيال، ولازم تبني من تحت. اللي بيشتغل وعايز يطور وبتاع لازم تبني من تحت وتطلع اجيال ثانيه، لان دي سنه الحياه. لازم تجهز، ما نركزش مع اللي فوق دول خلاص، لازم ندعمهم في الفتره اللي جايه. لان احنا في بطوله كبيره في 26 كاس العالم، وهيبقى موجود طقم من عندنا، نشتغل معاهم في نفس الوقت نشتغل مع حكامنا من تحت. والنهارده من خلال القناه وبتاع بناشد الدكتور اشرف صبحي، وانا متاكد ان هو في الفتره الجايه الامور هتتغير. لازم يبقى في دعم لحكامنا، لان اكيد في حاجات كتير ناقصاهم، في مشاكل بالنسبه لهم كتير اكيد. هم النهارده بيتكلموا مع سياده الوزير اكيد. باذن الله الامور تتحل، لان احنا التحكيم المصري طول ما هو كويس كره القدم المصريه كويسه، بيرفع من شان كره القدم المصريه. فباذن الله القادم يكون افضل باذن الله للتحكيم المصري باذن الله.